أو نحاول نحلوها التمرين هذا في المتجهات. أن تمرين واحد بسط ما يلي: أولا AB المتجهة AB زائد المتجهة BD، ثم AB زائد CD زائد BC إلى آخره. رغم فيها بس نذكروا بأول حاجة اللي ممكن نخدمه بها، وهي علاقة شال، la relation de شال. شنو كتقولنا علاقة شال؟ إذا كانت عندي متجهة AB ومتجهة BC، شنو اللي كيكون هنايا كيف ما بين هاد المتجهات؟ B هو هاد البي هذا، يعني فين كملنا في هاد المتجهة؟ كنبداو في المتجهة الثانية بحال شي قطار غادي نكملو، فين انتهينا غادي نكملو. الوغ شنو كتساوي؟ شنو قالنا شال؟ إلا لقيتو الطرف ديال وحدة كيساوي الأصل ديال الأخرى، كنجمعهم فقط في المتجهة أسي. بحال إلا كنسوديو هاد المتجهة أبي، نسوديوها مع المتجهة بيسي وكتعطيني أسي فقط. المثال ديالنا هنا الأول أبي زائد بي دي، إذا هنا عندي جوج ديال النقط كيتعاودو، ماشي بالضرورة بي، المهم فين كنتاهي تقدر تكون أسي زائد سي دي نديرو أدي. المهم إذا غادي تعطينا حسب علاقة شال تساوي أدي فقط. نمشيو للسؤال الثاني، واش عندي شي اصل هو طرف؟ لا، ولكن هنا نقدر نغير الترتيب نتاع المتجهات، نقدر نخدم بهادي اصل ديال هادي هو الطرف ديال المتجهه الثانيه. احنا في المعادلات اولا في الاعداد، الى بدلنا مثلا درنا 2 زائد 7 هي 7 زائد 2، اذا نقدر نغير الترتيب نتاع المتجهات. غادي نسبقوا هاد المتجهه بي سي، واخا هما بعدوها لنا تما، فنقدروا نردوها هنا. ما درت حتى شي حاجه، فقط غيرت لها المكان ديالها، هادي ولات هنا فقط باش تخرجني في علاقه شال اللي كتقول لك الا كان عندك هنايا الاصل والطرف كنجمعهم وتعطيني المتجهه اسي. لاحظوا زائد سي دي، لاحظوا عاوتاني للمرة الثانية غادي نطيحو في علاقة شال اللي هي أ دي فقط. نمشيو لتالتا أ إف زائد إف بي زائد بي كا. ألوغ نطبقو علاقة شال للمرة الأولى تساوي أ بي، جمعت هاد الجوج ديال المتجهات عطاوني أ بي، ونكتشفو كذلك بلي طحنا في علاقة شال للمرة الثانية. هنا اللي فاهم الدرس ديالو مزيان يقدر يجمعهم مباشرة، فين كنطلقو كنتهيو، فين كنطلقو كنتهيو، ممكن مباشرة نقولو أكا، أو لا بشوية بشوية نجاوبو على السؤال ديالنا. فينالمون غادي يعطيني أكا، هذه هي النتيجة. نمشيو عند إم سي زائد سي إم، إم سي زائد سي إم. ألوغ عندي سي هنايا و سي هنايا، يعني غادي تعطيني إم إم. إذا كانت نقطة فين كان بدي وفين كان انتهي ونفس النقطة كتسمى المتجهة المنعدمة، أو اللي فاهم الدرس ديالو مزيان نحما فيها بس نراجع معه. شنو هي مقابل متجهة؟ لوبوزي دون فيكتور. رغم لوبوزي نتاع ام سي هي سي ام، وشنو كنديرو حنايا تساوي ناقص سي ام. الوغ فيكتور ديال ام سي الى قلبناها غادي تعطيني ناقص سي ام، مجموع متجهتين متقابلتين كيعطيني المتجهة المنعدمة. دونك هنا غادي تعطيني متجهة منعدمة. شنو هما متجهات ما فيها بس نذكرو بيهم؟ متجهة مقابلة لمتجهة أخرى بحال الأعداد، إلى قلنا 5 وناقص 5 هما عددان متقابلان دو نومبغ أوبوزي. حتى المتجهات كيكون متقابلة إلا كان عندهم نفس الاتجاه، ميم ديغاكسيون، إلا كان عندهم ميم نورم ولا ميم ديستانس يعني نفس المسافة، وكيكون عندهم منحيان متعاكسان. ألوغ شنو غادي نقولو عليهم؟ متجهتان متقابلتان.